مشاهدي قناة شوف تيفي، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. وكيف ما كتشاهدوا معنا، ساحة الماريشال عامرة تزامنا مع خروج الموظفين من مقرات العمل ديالهم. تقريبا كل شيء خرج من الخدمة ديالهم، قرر أنه يخرج للجو وفقا وليداته والعائلة ديالهم. كيف ما كتشاهدوا معنا الأجواء كيف دايرة هنا في ساحة الماريشال. تشاهدوا معنا مشاهدي ومتابعي قناة شوف تيفي الجميلة الأجواء من ساحة الماريشال. الكل تقريبا خارج مع وليداتو وخارج مع العائلة ديالو مع الأصدقاء ديالو، باش أنهم كندير هذاك الخيم كيفما هذاك راه هو اللي تيدير ديالك. كيف ما كتشاهدوا معنا الكل خارج من القرايه ديالو ولا من العمل ديالو وخارج الجو هنايا بساحة الماريشال. نتمنى نكون قربنا لكم الأجواء هنايا في ساحة الماريشال في هاد الوقيتة من النهار، بحكم أن تقريبا كل شي خرج من الخدمة ديالو. وهنا مشاهدي متابعي قناة شوف تيفي كنكون وصلنا نهاية هذا البث. كنشكركم على حسن المتابعة، كنشكركم أيضا على حسن التفاعل ديالكم. نتلقاو إن شاء الله في مباشر آخر. السلام عليكم.